بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك كتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر أحد عشر كوكبا والشمس والقمر بي رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد